وعايزة يعني الفنان محمد عطية، أهلا بيك. عايزة أسأل، هل في صعوبة إنك تتعامل مع كتاب خاص بالطفل ومرتبط بالتراث، إنك تصمم رسومات اللي تناسب هذه الحالة الأدبية؟ تفضل. أول السلام عليكم. السلام أشكركم جميعا على الدعوة الجميلة دي، أشكر الخطبية وأشكر السادة الحضور. والحقيقة أستاذتنا العزيزة يعني يمكن الإجابة ترجع في التجربة ذاتها. لما كلفت برسم كتاب نجمة الضيف، فالحقيقة أنا من محب التراث والاساليب المختلفة، فبقينا بنحب كل يوم ندور على طريق، لان احنا مش معناش فكان كتاب نجم الضيف بالنسبة لي هو الكتاب الاول كرسم هعبر فيه عن المجتمع النوبي وعن الثقافة النوبية. فوافقت على طول بالرغم ان انا مش عارف انا هعمل ايه، لكن كل اللي اعرفه ان انا هبحث ادور، انا هعمل بحث خلال ما انا برسم الكتاب، وبناء عليه على هذا البحث انا هبدا اعرف انا هعمل ايه وهتعلم ايه من هذا البحث. يمكن افتكرت حاجه ساعتها كانت ظريفه قالها شارل ديغول لما تولى رئاسه فرنسا، قال ازاي هحكم شعب في 246 نوع من الجبنه. الجملة ظريفة لكن المعنى اللي وراها خطير جدا. 246 ذائقة، 246 خلفية ثقافية، 246 قبل. احنا هنا في مصر هذا التعدد الثقافي مش موجود. موجود بدو سينا غير بدو مطروح، فلاح بحري لفلاح صعيد، النوبة، الرقصر، بالرغم من الارتباط الوثيق بينهم الا ان فيها هذه التعدديه وهذا الاختلاف. فكانت المساله عندي اول ما بدات ان انا اعرف ان انا لسه ما استلمتش حتى النص. انا دلوقتي حارسم كتاب في النوبه، راجل نشا، انا اتولدت في البلد اللي اتولد فيه رحمه الله عليه الاستاذ خير شلبي في شمال مصر، ريف يعني، دي البيئه اللي كان بيكتب عنها استاذنا خيري شربي، هي دي اللي انا اتربيت فيها. الفرن بتاعنا مش الفرن بتاع النوبه، المطرحه مش هو ده، انا دخلت بيت جدي مش هو ده البيت اللي انا هرسمه، كان بشوف حاجات تانيه فهرسم النوبه ازاي. فبدات ان انا ابحث بدايه بعد القراءه عشان اشوف انا حتى، فبدات بالبيت، البيت النوبي ازاي هيكون شكله، العمارة النوبية لو قسمتها كذا حاجة، وبدأت بالعمارة. اكتشفت حاجات جميلة ومعلومات جميلة، اشوف المعماري العظيم حسن فتحي يقول ان اهل النوبة هم الورثة الشرعيون لتراث الاجداد في العمارة. ويبدأ ينقل ما رأى بعد زيارته إلى النوبة لقرية حسن فتحي. هذه الاستدامة الطبيعية، إن الهواء يتجدد، إن الشمس إزاي ما تأثرش على البيت، إنه يتعمل بالطوب الني ما يتعملش بالطوب الأحمر عشان ما يتأثرش بالحرارة وما يمتصش حرارة. التهوية ومراكز التهوية، كل ده بدأت أستمتع وأنا بشوف ده في العمارة النوبة. مش في عندنا برضه في الريف نفس الفكر، مساله الاستدامه ودراسه البيئه وعمل بيت يناسب البيئه اللي موجود فيها البيت، ولكن البيئه دي غير البيئه دي مختلفه. ده بيت جديد بالنسبه لي. فبدات ابحث واشوف المصطبه اللي موجوده قدام البيت، لازم يبقى في كنبه قدام البيت، في حصيره قدام البيت، البيت جاهز 24 ساعه استضافه.
الباب ان في لو حد معدي يقعد. يمكن بعد كده بدات ادور بقى على ابطال القصه، الام، المراه النوبيه. المراه دي ليها لبس، ليها حليه، ليها زينه، ليها دور مرتبط بالجزء السابق اللي انا اتكلمنا فيه قبل كده واعرفه وعرفته من برضه من هذه الدراسه، ان المراه النوبيه هي المسؤوله عن تزيين البيت. الراجل بنى، الراجل بنى، الزوجه هي اللي بتزين البيت، هي مسؤوله عن تزيين البيت. يعني هذه البهجه اللي احنا بنشوفها جميله في البيت والديكوريشن الجميل. يعني لما اكتشف انا كنت اشوف في الافلام زمان علي الكسار واشوف وراكي علمين كده مربوطين، اقول ايه الاعلام دي؟ اكتشف بعد كده انها دي مروحه. الزوجه بتستخدم المراوح عشان خاطر تزين البيت، الاطباق، العسل، السعف، النخيل، المنتجات الجميله اللي كانت موجوده وما زالت موجوده. كل ده كان لازم ابحث عنه واعرفه عشان اعرف ارسم بيت ازاي. بعد كده الزوجه دي ما هي ام وبتطبخ، وانا لازم اعرف المطبخ النوبي، ما هو اكيد مش زي مطبخ جدتي، مستحيل. احنا عندنا في بلادنا حاجه بنسميها كناج، نوع من انواع العيش الريفي، بيختلف اسمه ما بين كفر الشيخ ودمياط. هنا بيقولوا كناج وعندنا بيقولوا بكاكين، هي نفس الحاجه، والبلدين جنب بعض بيختلفوا في اسمها. فما بال انا بقى اللي بحري في اخر الدنيا العيش بتاعنا هيبقى العيش بتاع النوبه هيبقى شكله ايه؟ واسمه ايه؟ وادور على المطبخ واعرف ادواتها واعرف الدوكه والشبادين. مش كده انا شاطر ولا شاطر؟ الشبادين شتابين 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 لا لا، في اداه كده زي المسطره اللي بيتشال بيها بالحروف من على الدوكه عشان اشيل العيش واقلبه. في حاجه كده كندي كندي هي سكين، وده جزء برضو انا اختلفت فيه لما بدات استصعب الموضوع وانا في البحث. لما لقيت لما عرف اللي اعرفه ان النوبه بيتكلموا نوبي، لكن لما ادخل بقى هي ارض النوبه وفيها اكثر من لغه، ودي كنزي وفاتكي، فالاقي في عيش اسمه فيكتي ونفس العيش اسمه لا لا كابت كابت مظبوط. فبدات ادخل لقيت الموضوع ايه ده؟ الموضوع كبير قوي. لسه كنت بقول لاستاذتنا اول ما الكتاب جه النهارده الموضوع، انا كنت داخل ان انا هرسم كتاب لقيته كبير كبير كبيره قوي. احنا بنستمتع بالمعلومات على كل جزئيه. فبدات ارسم بقى، انا كده عرفت المطبخ وعرفت الادوات. طب الاكله بقى؟ طب في عصيده، العصيده دي انا يوم سمعت اسمها مديد في ثالثه مديد، كنت في ثانيه وثالثه اعدادي. كان عندنا درس في القراءه عن عباس العقاد، وكان بيقول ان هو بيحب الاكل. فسالنا الابيض مش مستر، عندنا ابيض، ايه
دي أدوية مش عارفينها معقولة مش عارفينها، دي أدوية بتتعمل بالعسل. أيوة. هي دي قمة معلومات سهلة. دي أدوية بتتعمل بالعسل. فلما بدأت أدور عليها عشان إيه تشكيلة؟ بدأت أدور كمان على أجمل شكل معمول، حتى عامل شكل ليه عشان أرسمه. يبقى معمول كده وفي تجويف يحط فيه نفسه العسل الاسود و بالظبط. فبالتالي ده كان اللي استفدت بيه في خلال رسم الام ومطبخ الام اللي مساله الكرم الفائق اللي موجود في اهل النوبه. انا بقيت وانا ببحث بستعجل الاول على موضوع الاكل، انا اسف للمقاطعه، وانا طبعا استمتعت بهذه الدراسه. فبعد ما عرفت بقى موضوع العصيده او المديد، عايز ابدا اشتغل بقى. فلاقي في حاجه اسمها المفروكه، وانا بحب الاكل، فادور على المفروكه الاقي اكتشف معاها مع المفروكه الادوات اللي اتعملت بيها المفروكه. المفروك المفراش ولاقي منه شكلين، في شكل نهايته كده في زوائد خشبيه، وفي شكل اخر في نهايته شكل هلالي. المكونات بتاعت المفروض وارجع اشتغل، لا الاقي السخينه الكذابه، لا اله الا الله، فالاقي السخينه الكذابه. طبعا عايز اعرف ايه قصتها، واهل النوبه ليه سموها كذابه؟ بدور واشوف الصوره بتاعت السفينه الكذابه. ست ده احنا خلصنا امتى؟ وانا خلصت ده انا اتاخرت جدا. يعني انت البحث بتاعك دخلت فعلا النوبه خدتني بشكل غريب جدا. انا بسمع الكتاب من النص الجميل للاستاذ ابدا اشوف الديكوريشن واشوف الاعياد واشوف موضوع الكرم. لا اله الا الله، العيد النبوي ثلاث شهور قريه تستضيف قريه، القرى تستضيف بعضها في العيد النبوي. البيت على النيل، علاقه غريبه بين اهل النبوي. ما شفتش كده في حياتي. في تفاؤل،
في اللبس الابيض، النفس البيضاء، الروح البيضاء اللي بين الناس وبين بعضها. انا عايز اقول لحضرتك ان الرسمه الوحيده التي لم استمتع بها في الرسم ده الرسمه الاخيره وهي كانت مش عارف تشوفها. لما انتقل لما انتقل، لان الرسمه دي ما فيهاش نوبه. ما فيهاش نوبه. النوبه خلاص كتابها خلص. خلص. فالحقيقه انا بشكر الاستاذ صاحب جبر على هذا النص الجميل اللي انا استمتعت به، واشكرها انها اتاحت لي الفرصه لزياره النوبه ومعرفه عن النوبه. والحقيقه انا كنت قبل ما نبدا الحديث قالت كنت بقول لاستاذتنا وارجو فعلا زي ما حضرتك قلتي، انا كنت بقول لها انا شايف ان نجمه الضيف هي باب يفتحوا فيه وراه اللي لسه عايزين نشوفه ان شاء الله. اشكركم على استضافتكم واستماعكم، وشكرا لكم.